إذا الآن مراسلنا عدنان جان المحاصر في إربيل معنا عبر الهاتف. عدنان، ضعنا في صورة الوضع لديك الآن، كيف حالك؟ كيف حال مصور حبيب وأيضا المدنيين العالقين معكم؟ نعم نجدة، نحن ما زلنا محاصرين اليوم الثالث على التوالي في هذه المنطقة الواقعة في منطقة اشتباكات بين الجيشين الأوكراني والروسي، لكن الجيش الروسي هو أقرب إلى مكان تواجدنا ونستطيع أن نرى الآليات والدبابات الروسية من مكان تواجدنا ومن المكان الذي نحن محاصرون فيه، لكن تدور اشتباكات عنيفة في الحقيقة منذ ساعات الفجر الأولى بين الطرفين، واستطعنا مشاهدة أرسال عسكرية روسية تتواجد في هذه المنطقة، وربما الصور التي أرسلناها لكم وهي صور حصرية تظهر الآليات الروسية التي تتواجد في هذه المنطقة التي نحن محاصرون فيها في منطقة تبعد نحو 2 كيلومتر عن مدينة إربيل، وبالتالي هذه المنطقة ما زالت محاصرة، ما زالت نقطة اشتباكات حادة بين الطرفين، ولذلك لا تتمكن فرق الإنقاذ من الدخول إلى مكان تواجدنا وإخراجنا من هنا، لا سيما بأن الطريق الواصل بين مكان تواجدنا و مدينة إربيل هي نقطة يسيطر عليها الجيش الروسي وهي نقطة اشتباكات، وبالتالي الطريق خطرة جدا لا سيما بأن اليوم الأول وفي الساعة التي حدثت فيها الاشتباكات تم استهداف عدد من السيارات التي حاولت الخروج من هذه المنطقة نجدة، وبالتالي ما زلنا ننتظر هنا. الوضع الإنساني يزداد سوءا ويزداد تعقيدا مع مرور الأيام، لا سيما بأن بيننا كبار سن، ربما تسمعون قصف أيضا، بينما كبار في السن ونساء وأطفال وشيوخ، وبالتالي ربما هؤلاء معظمهم أيضا مرضى، في بينهم مرضى أيضا يتواجدون معنا، وبالتالي الوضع الإنساني يزداد سوءا، هناك نقص في الطعام، الكهرباء مقطوعة، الماء قليل جدا جدا، وشبكة الاتصالات أيضا ضعيفة جدا جدا، نضطر للصعود إلى سطح إحدى المنازل لالتقاط الإشارة والتواصل مع العالم الخارجي، لكن ميدانيا نجلاء الوضع ربما هنا معقد. قبل نحو ساعة من الآن تم تدبير عربة ناقلة جند في الطرف الروسي من قبل الجيش الأوكراني، أيضا قبل قليل شهدنا عدد من الدبابات الروسية، حوالي 10 دبابات تتجه باتجاه منطقة ستويكا القريبة من منطقة إربيل، وعقب ذلك أيضا سمعنا أصوات اشتباكات بين الجيشين الأوكراني والروسي. في الحقيقة تواصلت معنا كثير من المنظمات، لكن كلهم قالوا بأنهم لا يستطيعون الوصول إلى مكان تواجدنا نظرا لحدة الاشتباكات الدائرة على الطريق الواصل بين مكان وجودنا ومدينة إربيل، وبالتالي كل طلب منا الانتظار إلى حين يصبح الطريق آمنا ونتمكن من الخروج. وبالتالي هنا المدنيين، وأنا أوصل صوتهم في الحقيقة، يناشدون جميع المنظمات الإنسانية والإغاثية بضرورة الضغط على الطرفين من أجل وقف إطلاق النار لمدة ساعتين على الأقل يتمكنوا من الخروج. اليوم كان هناك حديث عن إمكانية وقف إطلاق النار، لكن على عكس ذلك كان هناك اشتباكات عنيفة بين الطرفين منذ ساعات الصباح الأولى ولم تتوقف أبدا، وبالتالي لم يكن هناك أي حديث هنا عن خروج المدنيين أو عن وقف إطلاق النار على الأقل من مكان تواجدنا هنا في المنطقة التي تبعد عن إربيل حوالي 2 كيلومتر شمال غربي العاصمة الأوكرانية كييف. عدنان جان مراسلنا المحاصر الآن في إربيل مع المصور حبيب دمرجي وأيضا عدد من المدنيين العالقين في هذه المنطقة، شكرا لك، ابقى بأمان وسلامة. إذا كما قال عدنان، وهذا يتطابق مع رسالة سابقة كان وفانا بها من أن الاشتباكات متواصلة وأن لا وقف لإطلاق النار ولو مؤقت، على عكس ما كان يتداول في ساعات الصباح الأولى اليوم، وأن ذلك تمهيدا ل فتح ممرات إنسانية أمنة تشمل كييف وتشمل إربيل. الصورة التي قدمها لنا مخالفة لاشتباكات متواصلة، وعلى ما يبدو المقاومة الأوكرانية لمحاولات الجيش الروسي للتقدم في هذه المنطقة على الأقل تواجه هي مقاومة شديدة. إذا نستمع